اديني الجريدة دي الجريدة كمان الجريدة بتكذب دي الجريدة كمان الجريدة بتكذب كمان الجريدة بتكذب وما كل ما تقع في الصحف يمثل حقها لأن الصحف دي أصلا يديرها أولاد لا علم لهم بالكتاب والسنة لكن في توثيق خبر ديني هذه الصحف ليست بمؤهلة إنها توثيق خبر ديني لأنه ناس كلهم يا تلقى الواحد علماني ولا صوفي وبيتكلم من زاوية ما يدين به حسب الاتجاه بتاعه دي الجريدة كمان الجريدة بتكذب كمان الجريدة بتكذب وكل الصحف دي أنا بدعوك إنك ما تتعامل معها فتوى وسأل منها يوم القيامة ما تشتري لك جريدة ما تشتري جريدة ما تشتري جريدة مسؤول أنت أمام الله عز وجل دي الجريدة كمان الجريدة بتكذب ولذلك هذه الصحف هي تعمل في مقام تضليل الأمة كل الصحف أي صحيفة تعيش هذا مرتد عن الإسلام عديم الأدب وتحدى أي عاطل يجي بدافع عنهم عديم الأدب مرتد كافر كافر مرتد ولا هنا نوت في زول طابع فاجي خدش هنا كافر مرتد الحكومة هي اللي بتقيم عليك الحكومة بتاع الكفر عينا كده عشان كده نحن الآن لما نتكلم عن البرعي بنقول البرعي قال كده والكلام ده كفر وفرق بين نقول لك الكلام ده كفر وبين البرعي شنو كافر ليه؟ لأنه عندنا إقامة الحكم التكفيري على التعيين ده إلا الحاكم ده إلا الحاكم ده إلا الحاكم أنا عندي خلافا للمسجل في الدستور ما عليش الدستور له حكم ده وضعه تاني أنا عندي في الحالتين يقتلوك تبتى يقتلوك ما تبتى يقتلوك القبض على الداعي العصبجي المثير للجدل من أمام منزله بحي الشجرة النقطة الأولى منزلك بالشجرة منزلك بالشجرة وأنا ساكن شرق النيل منطقة الغار يمكن الجرائد لسه ما وصلت منطقة الغار لا وصلت لسه الغار فنزل كلام ده كذب صريح واضح يعني يدل إنه بس هم ناس زعلانين من شيء أيوة وزول مرات لما يكون غضبان شديد وزعلان شديد ما بفكر في العبارات ما بفكر في العبارات اللي بيقولها وما العلاقة كذب يا عصبجي كذاب أصله كذاب بعد ذاك كونه قال جاء اختادوه واعتقلوه من قرب بيته برضه ده كذب بعد تلقي نيابة الكلاكلة بلاغا من محتسبين شكرا للمحتسبين ديل وقانونيين يقدر عددهم بنحو 25 محاميا حتى الصوفي ده الصوفي اللي اسمه مرغن هو واحد ما 25 نفر ده كده برضه من الجريدة هو واحد وقبل كده فتح فينا 6 بلاغات ده سابع وما لقى حاجة الرماد وما لقى لكن المحامي باعتبار ده شغله قال سب النبي وسب الصحابة لأنه نظر لها المحامي من زاوية شنو؟ من زاوية كتل ملف بشنو؟ بصفية بصفية دي ما صحابية بعدها قال أنا نسيت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ده برضو كذب والموضوع ده قبل كده صار واحد صوفي اسمه مرغني على بخيت وقال طعنت في الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وقال طعنت في الرسول في زوجاته وهنا كمان اضاف زوجاته واضاف الصحابه القاضي براني من الكلام ده تماما من زاويه كتل ملف فكان القصد منا انه اوضح المعلومه للطلاب لكن بعد توفيق الله عز وجل تبين لنا هذه الكلمه خطا في حق النبي عليه الصلاه والسلام حقه العظيم وجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا تراجع عنها والرجوع عن إلى الحق فضيلة والله أنا أقول لك الحقيقة أولا هذا العصبجي استفتاني قبل فترة عن كلمة كتل ملف وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف أخطأت في هذه وتبت ما أعرفها قلت كده مرقت مني ده الكلام اللي قاله أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هي ما قصد أيوة السلام عليك حاجة تاني بعد ذاك رجع لما ذكروا له قال مزمل تاب من الكلمة دي قال إذا تاب خلاص الكلام ده في شريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك لكن قد تكون أنت معذور في قواعد العذر بالجهل لكن في النهاية بتكلم عن الحكم أصلا اللي بيقول الكلام ده الحكم العام للكلام ده وش بالنسبة للعصبجي العصبجي بقى قال تبت خلاص كويس تاني رجع قال ما عنده توبة وبعدين قال لك كلام تاني عصبجي عشان ما تقول تبت لو تبت مليون مرة يقتلوك
سبحان الله. ما في دعم انا البوليس دي شرطه عندها فهم انك انت لو مشيت ثاني ما يمكن تشيل لك موبايل انت جاي لمصطفى. مصطفى بتاع جميل. اجمعت الامه على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. يعني حتى لو ما سبيته عديل منتقصه بانتقاص صحيح، حاولت تنتقصه برضه شنو؟ الاجماع يا عصبجي يا شماشي يا سفيه انك تقتل. يا دول مكه اللي اعتلم لما هاجر من مكه للمدينه هاجر في 13 يوم، اكلت السيره؟ يتلبد من المشركين 13 يوم. اكلت السيره؟ يتلبد من المشركين 13 يوم. اكلت السيره؟ يتلبد من المشركين 13 يوم. اجمعت الامه على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. يعني حتى لو ما سبيته عديل منتقصه بانتقاص صحيح، حاولت تنتقصه برضه وسب الصحابه. لانه نظر لها المحامي من زاويه شنو؟ من زاويه كتل ملف بشنو؟ بصفيه، بصفيه دي ما صحابيه. جبل البحر منه اختشى جد الرسول زوج عائشه. عايشة منو عايشة البلهدية؟ عايشة منو عايشة البلهدية؟ عايشة منو عايشة البلهدية؟ عايشة منو عايشة البلهدية؟ وسب الصحابة لأنه نظر لها المحامي من زاوية شنو؟ من زاوية كتل ملف بشنو؟ بصفية، بصفية دي ما صحابية، بصفية دي ما صحابية. عايشة منو عايشة البلهدية؟ عايشة منو عايشة البلهدية؟ وسب الصحابة. قال لها رسول الله أنا لقيت لي مرة متطرفة بغادي، أنا لقيت لي مرة متطرفة بغادي في أقصى المدينة، عملت معها أي حاجة. بوسوا لميس. قال له ها شوف الحاصل جلد ولا غرامة ولا الحاصل شنو. خلاني قال لأنه أنا بسب الصحابة، بسبهم كيف؟ قال قلت الصحابة بحبوا الدنيا ويقتتلوا في السلطة، ده سب؟ انت ان لم يتب الا ما بتب الا ما دارته ما بدعني.